اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع بعض اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. كره الطائره رجال دائما ابدا، الاخبار اللي بتيجي من عندهم دائما اخبار ايجابيه واخبار تدعو للفخر. الحقيقه كابتن محمد مصالح حميدو بيستعد بكل قوه بفرقته للاستعداد للموسم الجاي. الموسم الجاي مش هيبقى سهل، في فرق كتير منافسه دعمت صفوفها وقوت نفسها، بس اكيد النادي الاهلي كمان فرقته قويه، والحقيقه ما عندناش لاعب يعني زي ما بيقولوا ليفل 2، كل اللعيبه ليفل 1. كاميرا الابطال عملت تقرير وصورته مع الفرقه واستعداداتها للموسم اللي جاي. اشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع تاني. فرقه النادي الاهلي كره الطايره دلوقتي بتستعد استعداد جيد لبطوله الدوري الممتاز اللي هيبدا ان شاء الله في شهر 12. طبعا الفرقة دلوقتي اتجمعت مع كابتن محمد مصلحي والجهاز الفني كله على أساس إن هي في تدريباتها اللياقية والخططية قبل بدء البطولة بإذن الله. إن شاء الله طبعا احنا نهينا موسم قوي جدا السنة اللي فاتت 19-20، وزي ما حضراتكم عارفين الموسم انتهى بعد التوقف بتاع كورونا، فاحنا على طول ما خدناش فتره راحه بعد انتهاء الكاس غير 4-5 ايام، وابتدينا على طول الاستعدادات للموسم الجديد. حضرتك يعني احنا بنقول للساده المشاهدين ونوعد مجلس اداره النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله باذن الله نحقق تاني باذن الله الثلاثيه اللي حققناها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، لان فرقه النادي الاهلي الحمد لله والشكر لله مكتمله، وباذن الله بنعت الجمهور ومجلس الاداره زي ما قلت لحضرتك ان احنا نستمر على هذا النجاح وهذا الفوز. وطبعا الفوز القوي بيعقبه استمرار. طبعا موسم ان شاء الله جاي يبقى اقوى من الموسم اللي فات، كل فريق جاي باثنين محترفين. بالنسبه لسعادتنا احنا كالعاده يعني طبعا ربنا يكرمنا ان شاء الله رب العالمين، عندنا دوري وكاس ان شاء الله رب العالمين، بطوله عربيه اتلغت، عندنا افريقيا ان شاء الله ثلاث بطولات ان شاء الله مركزين عليه ونطلع حاجه في المركز الاول. ابتدينا بعد الدوري ما خلص خدنا اسبوعين اجازه، ثالث اسبوع بنتمرن الحمد لله، بنتمرن بمشقه وبجهد جامد ان شاء الله ربنا يكرم كده، بس الجدول ينزل ان شاء الله رب العالمين، لسه مش عارفين الجدول ينزل امتى، ربنا يسهل ان شاء الله رب العالمين ونبتدي الموسم الجاي باذن الله. والله يمكن احنا الفتره الاولانيه دي بتبقى اكتر تكفينا اللعيبه الصغيره اللي ممكن الناس متصعده معانا او الناس الموجوده في الفرقه، فدي اكتر فتره بنقدر ان احنا نتم فيها مع اللعيبه ونقدر نزودهم لو حد محتاج حاجه، حد بيسال عن حاجه. يعني من الاخر بنغرس فيهم حته المكسب، الكلام ده كله ده الفتره اللي احنا فيها دي بتبقى مهمه في الكلام ده الفتره الاولانيه في الموسم. طبعا انا اتعلمت اكتر في مركزي من ناس يعني كتير في مركز عبد العال منعم وكابتن رؤوف واخويا طبعا محمد حسيني كان بيلعب في الاهلي. طبعا يعني بتعلم كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، كل يوم بتعلم حاجه جديده منهم، وكابتن ميدو طبعا يعني اسطوره المركز 4 في النادي الاهلي. طبعا يعني حاجه كويسه ان هم موجودين جنبي ان انا اتعلم منهم كل يوم. طبعا تجربه جميله جدا اللي انا بقيت العب جنب كابتن احمد عبد الصلاح وكابتن عبد الله عبد السلام، كنت زمان بتفرج عليهم وانا صغير وبحب لعبهم، فلما كبرت وبقيت معاهم فريق فدي بقت حاجه جامده اللي هم بيقولوا لي تعليمات من عندهم ادوني خبراتهم، فدي حاجه بالنسبه لي حاجه جامده جدا ليا اللي انا بقيت اتعلم منهم واتمرن معاهم في نفس الملعب، فدي حاجه مشرفه ليا جدا. يعني هم في التمرين دايما حتى مش بيحسسوك ان انت صغير في الملعب او معاهم في الفريق، دايما بيسندوك وجنبك، ولما تغلط بيعلموك من خبراتهم عشان ما تبقاش تغلطها تاني. طموحاتي ان شاء الله ان ابقى اثبت نفسي معاهم وابقى واحد منهم بعد كده، وابدا اشارك بقى مع الفريق بشكل مستمر وبشكل اساسي ان شاء الله.